خلينا نشوف مقطع آخر للكرم العراقي. هذا أكبر شيء شاورما بالعالم، واقفين العراقيين يسوون لفات للزوار للضيوف اللي دخلوا للعراق. ممكن نشوف هيك شيء بغير مكان؟ احنا حتى الكرم مالتنا وصل الى مرحلة لا متناهية، ما عندنا شيء منتهي من خصوص كرمنا وخصوص سخانة وعزوبيتنا. لازم على اتم وجه VIP. لم لميت ربعي وغراضي ولا المواكب جينا وعلى الموعد يا الغيار. شاورما دجاج، شاورما لحم، تفضل يا زاير، كل شيء موجود عندنا. تريده باللية، تريده عادي، شو تريد احنا بخدمتك. هذا بس بالعراق، هذا الكرم العراقي. من شيش القاص انتقل لسخاء وعزوبية بعد اقوى، خروف كامل حاطيه على المنقلة ويشول الزوار. لأي مرحلة وصلتوا من الكرم يا عراقيين؟ أنا عراقي ومشيت بالطريق أتفاجأ بهذا الحجم من السخاء والكرم اللي موجود. كيف بالغرباء؟ كيف بالناس اللي إجوا ضيوف علينا على العراق؟ شنو اللي شافوه؟ شنو اللي تفاجأوا به؟ خلينا نشوف المقطع. خروف كامل حاطيه بالمنقلة وتفضل يا زائر تغدى. زين السائح الأجنبي أو الزائر الأجنبي اللي دخل العراق ويشوف هيجي مستوى من الكرم، مستحيل بعد ينسى العراق وكرم العراقيين. وأكيد من راح يروح يرجع البلاده راح يسولف لهم بدهشة، قدموا لنا العراقيين اللي ما نشوفه بأي مكان على وجه المعمورة. مستحيل أكو دولة تقدم اللي قدموه العراقيين للزوار بموسم الأربعين، مستحيلة. هاي من الأمور المستحيلة، ذول العراقيين وهذا كرمهم. انتقل المقطع آخر، شفنا شاورما دجاج وشاورما لحم وهسه خفان على المنقلة. تعالوا خلينا نشوف شنو اللي قدموا بعض العراقيين خلال هاي الفترة، خلال ذن الأسبوعين. هذا السمك الزين، وحيا الله اهل السماوه اهل الكرم والجود اللي خرجوا عن المألوف هاي السنه، ذوخوا حتى العراقيين، مو بس العالم، حتى العراقيين من غير محافظات داخل هاي السماوه جاي يسوي. هذا السمك كم طن موجود هنا، سمك حر جايبيه رتبيه راح يشوه للزوار. صار عندنا سمك ولحم وشاورما قص ودجاج وفواكه، هذن اللي اعرفهم. بعد اكو هوايه خدمات وهوايه ايتمات قدموها العراقيين مثل هذا وبعد اكثر. شنو اللي يدفع العراقيين حتى يقدمون هاي الخدمات؟ شغلتين، حبهم لابا عبد الله الحسين عليه السلام والكرم اللي متوارثين من ابائهم واللي ربوا عليه وهم صغار. احنا كرماء لدرجه يصعب فهمها لاي شخص خارج العراق. العراقي يتميز بهاي الخصلتين، احنا كرماء بايامنا العاديه طبيعيه، ونتميز وندهش العالم بايام موسم الأربعين اللي مستحيل تشوفوه بغير العراق، بس بالعراق.